مرة أخرى عودة إلى نشرة مصر اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي. أكد أمير قطر استعداده لإجراء محادثات مباشرة مع الدول المقاطعة برعاية أمريكية لحل الأزمة الخليجية القطرية، مشيرا إلى أنه ما زال ينتظر رد هذه الدول على دعوة الرئيس الأمريكي. وقال إن قطر مستعدة للتهدئة لكن ليس على حساب كرامتها وسيادتها. أستاذ محمد، يعني برأيك هل يستطيع ترامب والرعاية الأمريكية أن تقوم بدور الوسيط لحل الأزمة الخليجية في ظل التعنت القطري؟ بصي، هو وزير خارجية أمريكا بيقوم بجهود، ومعه الجانب الكويتي الأكثر مرونة والأكثر جاهزية للقيام بهذا الدور، وفي تنسيق أمريكي كويتي كبير في هذه الجزئية. وهتلاقي الخطاب في خلال الشهر ونص شهرين اللي جايين مختلف في صيغة العروض، وهتلاقي فيها إلحاح. وهتلاقي يعني النهاردة على سبيل المثال أمير البحرين بيتحدث عن ملك البحرين آسف بيتحدث عن أنه لن يحضر قمة خليجية تشارك فيها قطر، وش كده على طول. كان في امبارح وزير خارجية كده، إنما قالها النهاردة. مع اقتراب القمة الخليجية في الكويت هتلاقي ضغوط أمريكية أكتر وضغوط كويتية أكتر، يهمهم التئام الدول المجلس، وفي المقابل هتلاقي تعنت او طلبات محدده من الدول الاربعه مقابل قطر. خلي بالك، رغم كل اختلافنا استطاعت حتى الان تدير ازمتها مع الدول الاربعه بمهاره. دراعها الجزيره حاجه، ودراعها وفلوس الشركات الدعايه اللي شغاله بيها كويسه قوي، واستفاده الدول من اشتعال او استمرار الازمه مديها نوع من النديه. زي ما انت يعني انت دايما نتعاطف مع الاقوى والمظلوم والمحاصر، ما حدش بيناقش هي بتعمل ايه، ما حدش بيناقش ازمه مصر. خوفي الفتره اللي جايه ان بعض الاصوات اللي هي ظاهريه ما تقدرش تتكلم في اعلامها الرسمي، خصوصا في السعوديه. انا مثلا يعني كان في خاشقجي امبارح بيتكلم على حاجه مستفزه جدا، يعني انا على ان انا مصر لو خدت كام مليار من قطر هتغير موقفها. هذا يبد ان يلام، وبد ان يحاسب من السعوديه، وبد ان يتم يعني مواجهته بشكل قوي. الفتره اللي جايه هتخافي من اصوات تحدث انقسام ما بين مصر والدول الخليجيه او دول الخليج الاربعه. واعتقد ان الكويت في صالحها، زي ما بقول لك هتشتغل بالحاح. هي الكويت بيهمها جدا صورتها، يهمها ان هي تلتئم، يهمها ان يحصل على الاقل تواجد قطري مع عدم غياب باقي الدول، وخاصه البحرين اللي اعلن ملكها النهارده عدم حضوره في حل دعوه قطر.